السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يطيب لي أن في مستقبل هذه الكلمة أن أرحب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته. طبعا نلتقي اليوم في إطار لقاء تواصلي لكي ننضم على مختلف جميع عملات وأقاليم المملكة بمناسبة ذكرى 16 لإعطاء الإطلاق للمواطن الوطني للتنمية البشرية. لكما لا يخفى على الجميع هذا إبداع مغربي أصيل، جواب مغربي متميز على المعضلة الاجتماعية ومعضلة التنمية البشرية في مختلف تجلياتها وتعقيداتها. وتم اختيار هذه السنة شعار كوفيد 19 والتعليم، الحصيلة والآفاق لتحصيل المكتسبات. طبعا الهدف من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات المنظمة على المستوى الوطني هو تشكيل وقفة لتقييم ما حققناه في إطار هذه المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولكن أيضا استشراف إطلاق المستقبل من خلال الوقوف على مكامن القوى لتعزيزها، وكذلك مكامن القصور والضعف لتصحيحها وتجاوزها. طبعا الفلسفة ديال المبادرة تقوم على طبعا عندنا مجموعة ديال المبادئ تعرفونها جميعا، مجموعة ديال الأطر اللي كتنظمها، ولكن ميزتها أيضا هو الانطلاق من الواقع المحلي، وهذا كيتجلى في الحكمة، ذلك أن مؤسسات الحكمة وهيئة الحكمة هي اللي كتقوم بالتشخيص ديال الواقع في مختلف البرامج، كتوقع الاختلالات وأيضا كتبني البرامج والعمليات قصدا بلوغ الأهداف المرجوة. طبعا هذه المرحلة الثالثة كتبني على المرحلة الأولى والثانية بما فيها يعني تحصيل المكتسبات كما قلت، ولكن أيضا الانطلاق إلى آفاق أوسع فيما يتعلق بتحقيق وتحسين المؤشرات البشرية بلادنا. ميزة أيضا هذه المرحلة الثالثة هو أنها تعطي أهمية أكبر للجوانب اللامادية للتنمية البشرية. وطبعا كيبقى الخطاب المرجعي فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة هو الخطاب لسيدنا مصر بتاريخ 29 يوليو 2018 بمناسبة ذكرى 19 لعيد عرش المجيد، واللي أكد فيها سيدنا مصر الله على أن المرحلة الثالثة يعني تستهدف كما قلت تعزيز المكاسب ديال المرحلتين الأولى والثانية، ولكن أيضا إعادة توجيه البرامج في اتجاه النهوض برأس المال البشري للأجيال الصاعدة، مواصلة دعم الفئات في وضعية صعبة خاصة الفئات التي كتعاني من الهشاشة، ولكن أيضا إطلاق جيل جديد من المبادرات فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي فيما يتعلق بمشاريع مدرب الدخل ومدرب الدخل والمتاحة لفرص الشغل. وهنا طبعا نستحضر مخطوطات في الخطاب الملكي السامي، حيث يقول جلالة الملك: وإنه لعهد وثيق يجب أن نأخذه جميعا على أنفسنا لتكريس كل جهود من أجل انتشال فئات والجهات المحرومة من براثن الفقر والإقصاء والتخلف، وتمكينها من الأخذ بناصية التقدم وتحقيق التنمية البشرية المستدامة باعتبارها المعركة الأساسية للمغرب اليوم والغد. انتهى النطق المولوي السامي. إذا كما قلت أهداف المرحلة الثالثة طبعا كثيرة، يمكن تلخيصها في هدفين أساسيين. الهدف الأول هو صيانة كرامة المواطن من خلال تحسين ظروف العيش، من خلال خاصة البرنامجين الأول والثاني اللذان يستهدفان مواصلة الجهود اللي كانت في إطار المرحلة الأولى والثانية فيما يتعلق بتقليص العجز على مستوى البنية التحتية الأساسية
الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذلك عبر طبيعة تدارك الخصص. والشق الثاني اللي كيشكل البرنامج الثاني هو مواكبة الأشخاص في وضعية الشاشة. طبعا هذا مجال نشتغل عليه في المرحلة الأولى والثانية، طبعا ورش مفتوح ويحتاج إلى مزيد من العمل في اتجاه تحسين جودة الخدمات، في اتجاه أيضا تمكين فئة الشاب من فرص متساوية مع باقي فئات المجتمع. الهدف الثاني الأساسي للمرحلة الثانية هو الاشتغال على تدليل معيقات التنمية البشرية مع الفئات المجتمعية، بحيث أن رغم المجهود الكبير اللي دار في المرحلة الأولى والثانية كنلقاو ما يمكن أن نسميه كوابح التنمية البشرية. بالتالي كيدار مجهود كبير، كيدار استثمار على المستوى المادي، استثمار يعني على مستوى الذكاء الجماعي، ولكن كنلقاو يعني للأسف الأرقام عصية، بعض المؤشرات اللي كتجرنا لتحت بهذا التعبير، هي اللي يمكن نسموها كوابح ديال التنمية البشرية، خاصة في قطاع التعليم والصحة. من هنا كيجي البرنامج الثالث والرابع في إطار المرحلة الثالثة لترجمة الإرادة القوية لتركيز استهداف تنخوات المبادرة على رأس المال البشري، من خلال أولا المساهمة في تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب، التمكين الاقتصادي للشباب، ويعني إتاحة الفرص أمام إدماج لهذه الفئة المجتمعية العامة، ولكن في اتجاه آخر أيضا الاشتغال على الأجيال الصاعدة من خلال إعطائها الفرص للاندماج الاجتماعي، فرص ديال النجاح الاجتماعي طبعا بشكل مبكر، من خلال اشتغل على الطفولة المبكرة، اشتغل على كما قلت محوري الصحة والتعليم خاصة بالنسبة للمرأة والطفل. وطبعا لا حاجة للتذكير على الأسس والمميزات اللي كتقوم عليها فلسفة المبادرة اللي مبنية على مجموعة ديال القيم. نذكر لها أساسا التشارك اللي كيجسدوا هاد يعني المزيج من يعني مكونات ديال مختلف هيئات المحاكمة فيما يتعلق بالإدارات العمومية، هيئات المنتخبة، المجتمع المدني، وأيضا القطاع الخاص. طبعا هذه السنة تم اختيار هذا الموضوع ديال التعليم خاصة في ظل الجائحة، وبالتالي اللي طبعا إذا كانت بلادنا كانت عندها تجارب متميزة في تدبير هذه الأزمة. أيضا في قطاع التعليم كانت يعني وضعية اللي لم تكن بالسهلة، شهدنا جميعا إغلاق المؤسسة التعليمية لمدة 3 سنوات بدون ديك الإكراهات اللي عندنا العادي اللي كنشتغلوا عليها، وبالتالي كان لابد من أيضا تبذل المجهود في هذا المجال قطاع التعليم. تم اعتماد التعليم عن بعد بما يطرحه من تحديات خاصة بالنسبة للفئات الهشة، بالنسبة يعني أيضا المناطق المجالات الترابية الهشة خاصة في العالم القروي، واش الجميع عنده الولوج ل يعني التقنيات الحديثة، كذلك وضعية الهشاشة الاقتصادية التي نجمت عن الجائحة. أيضا في ظل هذه الجائحة تأكدت بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كبرنامج ليس فقط برنامج استراتيجي يشتغل على أهداف بعيدة المدى متوسط المدى قريب المدى، ولكن أيضا برنامج اللي يمكن الاعتماد عليه في أيضا باش يشكل دعامة تدبير الأزمات، وبينها الأزمة الصحية اللي شكلتها جائحة كوفيد بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للعالم أجمع. طبعا ملي كنتكلموا على التعليم لابد أن نستحضر الشق الحقوقي في هذا الموضوع اللي كأكدوا الإعلان العالمي لحق الإنسان سنة 1948 خاصة في المادة 26 اللي كتحدث على ضمان الحق في التعليم، أيضا ضمان المجانية، كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل 1966 اللي أكد على مبدأ المساواة والإيزانية والتعميم، وأيضا طبعا على المستوى الوطني لابد أن نستحضر مضامين الدستور 2011 اللي هو دستور حقوق بامتياز خاصة في المواد 31 32 33 و168 اللي كتحدث عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
طبعا التعليم او المؤشرات المرتبطه بالتعليم كتبقى اساسيه في توجيه المؤشرات ديال التنميه البشريه. وطبعا كما قلت سابقا في مستهل هذه الكلمه، رغم المجهود اللي كيدار كنلقاو بعض المؤشرات اللي كتؤثر سلبا في الترتيب ديال بلادنا على المستوى العالمي يتعلق بمؤشرات التنميه البشريه. لابد ان نستحضر ايضا الاهداف المائيه للالفيه اللي في افق 2023 واللي بلادنا ملتزمه بها، خاصه الهدف الرابع هو اللي مرتبط بالتعليم اللي كيتحدث على اولا وجوب توفير تعليم جيد، يعني التعليم الشموليه تعليم شامل، ولكن ايضا تعليم منصف لكوفر تكافؤ الفرص. بغيت في هذا السياق نذكر بالمجهود الكبير اللي تبذل في بلادنا خلال السنوات القادمه الصارمه، خاصه في اطار المرحله الثالثه، وخاصه الورش الكبير المتعلق بتعميم التعليم الاولي خاصه في العالم القروي. هذه ثوره هادئه كنلقاو مؤسسات ديال التعليم الاولي في اقاصي يعني الجامعات القرويه، وهذا هو المدخل الصحيح والحقيقي لتوفير تكافؤ فرص. لان قبل كنلقاو استاذ في السنه الاولى من التعليم الابتدائي كيستقبل اطفال من مشاريع مختلفه، كاين اللي كان قرا في المسجد، كاين اللي ما عمرو قرا كاع، بالتالي كيكون صعوبه في التعامل. ايضا كيطرح التحدي والاشكال ديال تكافؤ الفرص ما بين يعني المجال الحضري والقروي، وايضا ما بين المجال يعني الفئات الاجتماعيه الميسوره والفئات اللي كتعاني من الفقر والهشاشه. لا حاجة للتذكير بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار، هو يمكن نقولوا كاع أفضل استثمار، بحيث أن الأمر يتعلق بمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المؤشرات ديالها، وكذلك هذا المدخل اللي كيمكن توسيع الخيارات الاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية للأجيال الصاعدة. يمكننا نذكر مجموعة من التجارب الرائدة اللي يعني جعلت من التعليم مدخل لتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، خاصه التجارب اللي في اسيا اللي ما نتكلموش على الدول الاوروبيه، كاين التجارب اللي في فنلندا متميزه، نتكلم على التجارب اللي كان دول ناميه او في طريق النمو واللي ما كانت باش تحقق واحد الطفره اقتصاديه اعتمادا على عده مداخل، بينها المدخل ديال الاستثمار في التعليم. هنا استحضر التجربه ديال ماليزيا، التجربه ديال سنغافوره وغيرها من التجارب. بالتالي ملي يمكن نتكلم على الانفاق على التعليم، هو انفاق ماشي هذا فقط انفاق مجاني، ولكن هو استثمار في الحاضر، استثمار في المستقبل. وبالتالي يمكن نتكلم على قطاع منتج عكس ما يعتقده البعض. طبعا كتبقى العلاقه ما بين التربيه والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه هي علاقه تبادليه، حيث ان التعليم يمكن يؤثر في يعني تحقيق اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والتنميه البشريه اجمالا، وايضا كذلك الوضع الاقتصادي يمكنه ياثر ايجابا على مستوى التربيه والتكوين. بالتالي رهان التعليم، رهان المدرسه العموميه اليوم، ورهان استراتيجي بالنسبه لبلادنا. طبعا هناك عروض اللي غادي يكون فيها تفصيل ديال الدعم ديال المبادره لهذا القطاع ديال التربيه والتكوين، ولكن لا باس من المرور بسرعه على يعني المجهود اللي تبدل خاصه على مستوى الاقليم فيما يتعلق بتحقيق التعليم، تحقيق الجودة، التصدي لهذا المدرسي، تدخلات ديال المبادرة الوطنية للتنمية في مجال التعليم، تدخلات متعددة متنوعة، كنشتغل خلال السنوات المنصرمة على محور ديال الصحة المدرسية، واللي هذا ماشي محور موازي، هذا محور في صلب العملية التعليمية التعلمية، بحيث أن الدراسات اللي كاينة بالنسبة لهذا المدرسي كنلقاو فقط تلميذ اللي كيكون عنده صعوبة في نقص ديال الضعف ديال البصر، ما كيكونش للاسف نظرا للظروف السوسيو اقتصاديه للاسر الاهتمام من طرف المحيط العائلي، ما كيلقاش فرصه في ولوج الفحص، بالتالي يمكن يتسرب بشكل دون اعتراض الانتباه. بالتالي هذه فقط مثال بسيط، حيث اليوم عندنا برنامج واضح، عنده رؤيه واضحه، تقريبا قربنا نديرو التعميم ديال الفحص ديال المرحله الاولى لجميع الأساتذة في التعليم في العالم القروي، تمكين التلاميذ من النظارات، هذا نشوفوا الإحصائيات في العروض القادمة. وهذا السنة إن شاء الله كنشتغل على مجالات أخرى
ديال الصحه المدرسيه، كاين ايضا توفير يعني وحده متنقله للصحه المدرسيه، كاين برنامج بشراكه مع قطاعي التعليم والصحه لاهداف واضحه واللي كنطلقوا ان شاء الله في السنوات القليله القادمه يعطي النتائج ديالو والثمار ديالو بشكل ملموس. كاين طبعا مجال الدعم الاجتماعي، هذا مجال مهم لا فيما يتعلق بمراكز الايواء من خلال دور الطالب والطالبه واللي لا يخفى الاهميه ديالها في الحد من الهدر المدرسي، يعني بواحد المستوى ديال الجوده يتطور تدريجيا. كذلك على مستوى توفير وسائل النقل المدرسي اللي الحمد لله منذ حوالي 100 سنوات كان اقل من 20 سياره، اليوم راه سياره النقل المدرسي تقارب يعني شحال اسمها؟ 86 والسنه المقبله ان شاء الله يمكن نوصلوا حتى ل 100 سياره برسم الدخول المدرسي الممكن. كاين طبعا البرامج الحكوميه اللي يجب الاشاره اليها ايضا، وبرنامج تيسير وغيرها من البرامج ديال المنح اللي كيقدمها قطاع التربيه والتكوين. كذلك قطاع التعليم الاولي بعد نشر الاحصائيات، كاين البرنامج ديال المبادره، ولكن ايضا كاين برنامج مهم ديال قطاع التعليم اللي برنامجين يتكاملان ويستهدفان نفس الاهداف، والهدف طبعا هو توفير هذه الخدمه ديال التعليم الاولي في كافه المجالات الترابيه خاصه المجالات القرويه. ايضا تم الاشتغال خاصه السنه المنصرمه نظرا للتاثيرات ديال الجائحه على مجال الدعم التربوي، ويمكن ولو البرنامج في البدايه ديالو ولكن يمكن نعتبره برنامج نموذجي ومتميز، طبعا تكون فرصه للاطلاع على تفاصيله من خلال العروض. كذلك كان الاشتغال على ارتقاء جوده التعلمات مع قطاع التعليم من خلال يعني تعميم القاعات المتعدده الوسائط وكذلك الخزانات المدرسيه في المرحله الاولى على المستويات الثانويه والاعداديه، وفي المستقبل القريب ان شاء الله ستعمم على المستوى الابتدائي. كذلك كان اشتغال على مجال التفتح الثقافي والفني بالنسبه للتلاميذ من خلال المركز ديال اسمها الوافي، اللي فيه من جهه يعني اليوم وحد التسجيل ديال دوك الكابسول ديال يعني الوحد يعني الخصم نعم الموارد الرقميه اللي من خلالها يمكن الدروس يمكن تكون ايضا يعني دوتخ ميساج، والان راه كاين اشتغال باش يكون ايضا بعد يعني الاوراش او وحدات او انديه اللي لا فيما يتعلق بالموسيقى لا فيما يتعلق بالفن التشكيلي وغيرها من الانديه التربويه اللي يمكن الاشتغال عليها. اذا هذه اجمالا وباختصار بعض الاشارات اللي طبعا جات من وحي هذا الشعار ديال التعليم وكوفيد 19 ودور المبادرة الوطنية في دعم يعني جهود مختلف الفاعلين المؤسساتيين في هذا المجال. طبعا المبادرة الوطنية أيضا بينت وأن الأدوار والطاقات المحلية المهمة والكفاءات الموجودة على المستوى المحلي، وأيضا أعطاها الفرصة باش تساهم بمختلف المشاريع في دعم هذه الأوراش ديال التنمية البشرية. في الختام لا يسعني الا ان اشكر الجميع على حسن الحضور، ولكن ايضا اشكر جميع المكونات في هذه المناسبه المتميزه سواء سلطات او منتخبين او مصالح خارجيه او مجتمع مدني ومختلف الفاعلين اللي كيعملوا كل من الموقع ديالو من المستوى ديالو في دعم هذا الورش الملكي الكبير اللي كيعطي سيدنا الله ينصرو كامل العنايه، المفروض ان تستمر هذه الجوده ديال التعبئه او ديال الانخراط باش نحققوا جميعا الاهداف ديال هذه المرحله كتنتهي بمتم سنه 2023. شكرا على كلمه، السلام عليكم.